بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامج ليالي العيد، واللي قدمناه لكم طيلة ليالي عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا هذا العيد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأيضا أبارك ختام هذا البرنامج لزميلتي شوق ونقول لك كل عام وانت بخير، واحنا وصلنا وياك في ختام هذه التغطيه. وانت بخير وصحه وسلامه لاخر مره. خلاص طول اربع ايام كنا نعايد بعض ونعايد كذلك صحيح. المشاهدين وين ما كنتم متابعونا حياكم الله اكيد، وعيدكم مبارك، وان شاء الله دائما ينعاد بالصحه والعافيه. واكيد فرحه العيد لا تزال مستمره وين ما توجهنا. اليوم في دولتنا الحبيبه قطر راح نشوف ان كثير من الاماكن تزينت باجمل حله. الحلو ايضا اليوم لما نشوف ضحكات الاطفال منتشره في كل الارجاء، الألعاب النارية اللي كانت وما زالت تشكل شيء جدا مميز في أيام العيد، أيضا تتوج جبين الدوحة لوسيل وغيرها من المدن القطرية بإكليل من الأنوار والأضواء. بالنسبة للفعاليات والنشاطات الترفيهية تحتل المكانة الأولى في أولويات المراكز التجارية والأسواق. اليوم أيضا كنا نتكلم عن الأماكن والمناطق السياحية، نقدر نقول اليوم دولة قطر بأكملها تعج بالحياة والاحتفالات بالعيد، وأيضا اليوم الاحتفال بالعيد بات له طعم وشكل وأساليب مختلفة ورائعة. والدليل اليوم اللي احنا قاعد نشوفه يعني تبارك الرحمن صار عندنا بشكل كبير رفض للسياحة، صار عندنا بشكل كبير اهتمام بالجانب السياحي. يعني اليوم انت مو محتاج أصلا تسافر لأن كل شيء صار موجود عندنا في الدوحة من أماكن سياحية، من أماكن جميلة. وبدليل على ذلك اليوم انت طول ما تمشي بالشوارع بتشوف الناس اللي جايين سواء من دول مجلس التعاون الخليجي بسياراتهم قاعدين يستمتعون معانا بالعيد. فالسياحه الداخليه تبارك الرحمن في ازدهار بشكل كبير. اللهم لك الحمد، يعني فقط مش بس على موضوع الشوارع، بعد ايضا على الاماكن الترفيهيه. فاحنا كل مجمعات الدوحه خلينا نقول ما شاء الله مكتظه بالزوار، نقول لهم ان شاء الله باذن الله انهم يستمتعون خلال اقامتهم في دوله قطر خلال اجازه عيد الاضحى، وان شاء الله باذن الله تكون خططهم المستقبليه لزياره الدوله واكتشاف شنو تحمل في طيات دولة قطر للسياح والمسافرين خلال قضائهم أجمل الأوقات في بلادنا الحبيبة قطر. مشاهدينا الكرام، أيام عيد الأضحى المبارك تحمل معها دائما رسالة الفرح والتفاؤل والسعادة، وتضفي جوا استثنائيا يغمر الأفئدة بالبهجة. واستكمالا لما قالت زميلتي شوب، روح العيد لا تزال حاضرة أيضا من خلال الزينة المميزة والإضاءة المختلفة، حيث تتزين الشوارع والميادين والفرجان بالألوان اللي تعزز الروح الاحتفالية في كل مكان. فعلا يمكن هذه الأيام المباركة اللي احنا قاعدين نعيشها والسعيدة مرت سريعا، واليوم أنا ما أبي أقول يعني إلا للأسف أن احنا وصلنا إلى سهرتنا الأخيرة، واللي إن شاء الله أردناها أن تكون أيضا مميزة بكافة المقاييس والتفاصيل. وأيضا كذلك ضيوفنا راح يكونون بإذن الله مميزين. حرصنا ممكن كشاشة تلفزيون قطر من بداية العيد إلى هذه اللحظة، مش فقط في ليالي العيد إنما من بداية اليوم مع البرامج المختلفة لنهاية اليوم، حرصنا أن يكون في تنوع كبير نقدمه للسادة المشاهدين، أن البرامج أيضا تكون للجميع. هذا اللي شفناه من خلال التنوع الكبير اللي قدمناه. فإن شاء الله إحنا نقول عيدكم يكون هذه السنة مختلف ممتع مميز، وكذلك تكون إن شاء الله استمتعتوا وقدمنا لكم شيء بسيط لأن أنتم فعلا تستحقون كل شيء جميل. أكيد بدون أدنى شك يا شوق. مشاهدينا الكرام، قبل ما نستقبل ضيوفنا المميزين اخترنا لكم من أجواء العيد هذه الأغنية، أغنية عيد الدوحة للفنان عايل. خلونا نسمع أبو سالم شو يقول.
قد عاد من جديد فلترفع النشيد اليوم يوم عيد والكل في رضا فلنفتح الستائر نحيي كل زائر نستقبل البشائر وننسى ما مضى وتفتح الأبواب وخلف كل باب سعد بدا ينساب ويعلو للفضا يا شمس صبح العيد يا فرحة والطفل من بعيد يغني للمدى لا ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى لا ونحن كل عام بالحب والسلام سننتقي الكلام وخلفنا الصدى نغني في سرور والفرح في سطور والعطر والبخور يفوح كالندى ونسمي العليل في صبحي الجزيل وكلنا جميل. رجعنا لكم مشاهدينا وعيدكم مبارك وين ما كنتم تتابعونا ونفس ما عودناكم لقاءاتنا دائما تحفل بالضيوف الغاليين جدا على قلوبنا واللي بلا شك اكيد راح يضيفون بصماتهم الخاصه من خلال هذه الامسيه الجميله. اكيد مشاهدينا الكرام حان الوقت لنتعرف على ضيوف الحلقه الاخيره من برنامج ليالي العيد. ضيفنا الاول مشاهدينا الكرام في صوته شجن يحاكي القلوب ويسكب على اغنياته عذوبه وجمالا بكرم وسخاء، اختياراته الفنيه ذكيه، اغنياته يختارها بعنايه وحرفيه، يحرص على التنويع والتلوين باعماله ليشكل حاله متفرده بين ابناء جيله. رحب معاكم بضيفنا الفنان سعود جاسم، يا مرحبا ومسهلا فيك، مساء الخير وكل عام وانت بخير. يا مرحبا مساء الخير عليكم، في البدايه احب ارفع اسميات التهاني والتبريكات الى مقام حضره صاحب السمو سيدي امير الولاد المفدى الشيخ تميم بن حمد، ولا سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه، ونائب الامير الشيخ عبد الله بن حمد، والشعب القطري كافه، وشكرا لكم تلفزيون قطر على الدعوه الكريمه، وشكرا لك اخوي على يعني المقدمه الحلوه هذه. تستاهل الله تستاهل، يعطيك العافيه، سعيدين اليوم بوجودك، ان شاء الله راح تكون امسيه جميله نفس ما عودنا الساده المشاهدين، نفس ما عودنا في دائما وفي كل مره تكون فيها معنا. الله ايضا مشاهدينا ضيفنا الثاني هو فنان عربي خليجي وسعودي الاصل، فنان خليجي وعربي. كانت نجاحاته وحضوره في الكثير من الأعمال الخليجية والعربية لقب العديد من الألقاب، لكن لعل أشهرها كان قنصل الدراما السعودية. تميز في تقمص الأدوار الصعبة وكذلك المركبة واللي قدمها بنجاح، نجاحات كثيرة وأعمال كثيرة لا زالت في ذاكرة الجمهور، مثلا عرس الدم أو حتى عطر الروح. نرحب بضيفنا الفنان الكبير عبد المحسن نمر، حياك الله معانا وكل عام وانت بخير، وجدا سعيدين يتجدد ويتكرر اللقاء في نفس الاستوديو وفي نفس المكان. نفس المكان، شكرا جزيلا. أول شيء يعني فرصة أني أنا يعني أهني أهلي في قطر حكومة وشعبا وكل الموجودين معنا بالاستوديو بمناسبة العيد الكريم، وسعيد بدعوتي للمرة الثانية، واكيد يعني كل فخر اني اكون موجود بينكم. اكيد احنا سعداء وشاكرين تلبيه هذه الدعوه، ويتجدد ايضا اللقاء مره اخرى في هذا الاستوديو. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام ضيفنا الثالث في هذه الفقره هو فنان خطى مشواره الفني منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي، تميز باداء الادوار الكوميديه لينطلق بعدها خليجيا في فضاء الاعمال الدراميه الخليجيه مع نجوم الخليج. ارحب معكم بضيفنا الفنان ناصر محمد، يا مرحبا ومسهلا فيك وكل عام وانت بخير. يا مرحبتين، اول شيء نقول لكم كل عام وانتم بخير. انت بخير. وارحب طبعا بضيوفنا اخوي ابو بدر فنانه الكبيره تشرف فيه بوجوده معاي، واخوي سعود جاسم، ومشاهدينا، ونقول لهم كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. وانت بخير وعساك من العايدين والفايزين، دائما سعيدين بوجودكم اليوم معانا. اليوم حلو لما نشوف انه يكون في تنوع كبير ما بين الضيوف اللي موجودين عندنا، ممكن في كل حلقه حريصين بشكل كبير على هذا التنوع. اليوم يعني نحن نقول من السعوديه
للدوحة هالمرة هالعيد معانا إن شاء الله معكم إن شاء الله دائما يا ربي بالأفراح والمسارات دائما. لكن إحنا ودنا نعرف أول شيء اليوم العيد هالسنة تحديدا من بداية أول يوم شلون كان الجدول ولين هذه اللحظة. صعب هذه بالحلقة الحالة على المختصر. هو طبعا الحين إحنا بالنسبة للعيد يعني يمكن يكون في السنوات الأخيرة هو شوي مختلف حتى عن ما سبق بحكم إنه هذه التغيرات الجميلة اللي صايرة عندنا في البلد، الانفتاح الاجتماعي العظيم اللي صاير، أكيد أجواء العيد مختلفة تماماً. صار في ظهور اجتماعي عالي على مستوى الشارع، على مستوى الأماكن اللي هي يعني تحرص العوائل على وجودها فيها. يبدو لي إنه صار له طعم خاص مختلف. طبعاً أنا لسوء حظي إني ما كنت موجود بالسعودية، يعني أنا هذه أول دولة خليجية في العيد، ويعني حبيت إن يكون من دوحة الخير أكون موجود معاكم. أهلك وناسك. وأكيد بيتي وناسي وما في فرق سواء أنك في الدوحة أو في الرياض أو في الدمام، وسعيد بوجودي معاكم، يعني هذا اكتمل عيدي اليوم حقيقة. الله يطول بعمرك. الله يسعدك. إحنا أيضاً سعداء بتلبية هذه الدعوة. شكراً. إذا ننتقل للفنان ناصر. هلا فيصل. شوف اليوم انت يعني ما تاخذ دور المذيع، انت ضيفنا اليوم. انا صحيح ان انت في بيتك مكاني صحيح، بس انت اليوم ضيفنا الله يطول بعمرك. اللي تمرون عليه ما معك لا عدو ولا ظالم. صار وياك في العيد، ايش كان جدولك من بدايته الى اليوم؟ شوف انا يمكن سالتني السؤال، يعني اول عيد هذا يختلف عن الاعياد الباقيه. بتقولي شلون؟ شلون انا لين اليوم قاعد اتعالج. لا اله الا الله. عليك شيء ابد. الله يسلمك. يعني دخلت وجهي في خليه نحل فطلعت وجهي منتفخ. لا اله الا الله. بس حلو عليك انك بس هذه طبعا هاي دعابه الحقيقه الله يسلمك. رحت ليله العيد عند الحلاق اللي متعود يحلقني دائما، قال لي يا اخي ايش رايك اسوي لك ماسك وتقشير وخيط وعفسه وحركات تجهيزات العيد. قلت له يا اخوي اسمح لي. قال لي يا اخي بطلعك نظيف. قلت ايش شايفني؟ سنقت 10 نظيف؟ قلت هاي شيء جديد يعني نظيف، هاي شكله حاسس انه وجهي فيه شيء. قلت يلا توكل على الله. شوي الامور طيبه وسوى تقشير وخيط وما سوى، طلعت صلينا العيد رقدنا قمنا الوجه الخدود لين هني. لا عيوني ما تبين. انا اقول لك لو اول يوم حساسيه ضا لو انا اول يوم العيد مستحيل اكون معاكم في اللقاء. يعني حلو بكل حالاتك. قلت لهم احنا شو نسوي؟ الحل عندنا لقاء يا جماعه الخير. قالوا يلا بسرعه اعطونا ادويه وحل. قال لي نظيف خلاني مشوي. روح له. فهذا العيد هذا الاختلاف اللي على الاعياد الباقيه. ما عليك ما عليك ان شاء الله. حسين فهمي قطر. حسين فهمي قطر. بعد انت ما عليك ان شاء الله. والحمد لله انه يلا صادف اللقاء رابع يوم العيد عشان خلاص ما يكون عندك حجه ولا عذر، تكون موجود معانا. لا لا موجود انا في كل الحال، حتى لو كنت اول يوم العيد نظاره شمسيه والامور طيبه. يعطيك العافية. ما عليك شار. فنانة اليوم احنا فنانة سعود جاسم راح ناخذ منك المعايدة على شكلين، معايدة بغنية طبعا لازم، والمعايدة ودنا نعرف شلون كانت اجواء العيد معاك هذه. ان شاء الله يعني يا رب يا رب ما يكون في اي شيء مني منك، ولو ان انا عارف ان صار شيء في السيارة من بداية العيد. اي والله سبحان الله ما يخلون شيء. تبون نبتدي بالأغنية ولا بالسؤال؟ اللي ودك. لا خلينا نسولف شوي. يلا خلينا نسولف. اللي صار طبعا احنا كل عيد متعودين طبعا نصلي صلاة العيد وبعدين نروح نعايد سيدي سمو الأمير، يعني نصافح يده الكريمة في كل عيد وهذا واجب علينا. واحنا رايحين في الطريق صار عندي خلل في السيارة، يعني يوم العيد والصبح. اي والله صار الخلل في السيارة، وبس الحمد لله يعني تداركنا الموضوع. والعيد طبعا هو بجمعة الأهل بصلاة العيد بال يعني العيد اللي نعرفه من احنا صغار لليوم. ربي لك الحمد ان احنا متعودين ان اخواني طبعا يجون البيت عندنا عند الوالد والوالدة نسلم عليهم، والله يديم علينا فرحنا يا رب على الجميع. اللهم امين يا رب العالمين. وما دام ان تبون معايدة فبنقول مثلا من العايدين من العايدين، لازم تقولون ان شاء الله ان شاء الله. ومن الفايزين من الفايزين ان شاء الله. ايوه احباب احباب احباب، اخوان اخوان اخوان،
جايين نهني وفرحانين من العايدين ومن الفايزين إن شاء الله. كلامته بخير. وانت بخير. صحة وسلامة. الله يعود علينا إن شاء الله هذه النعمة وهذا الفرح دائما. آمين. آمين. ويكون حاضر في كل مناسبة. إذا ننتقل إلى ضيفنا عبد المحسن النمر. خلينا اليوم إحنا نتكلم عن نرجع شوي ونغوص في موضوع عالم التمثيل وعالم الفن بتفاصيله. دائما هناك أي فنان لما يقدم عمل يتميز بتقديمه يتميز بتمثيله أو تقمصه للدور اللي تم تكليفه به حتى يصل إلى قبول الناس ومن ذلك يتم اللي هو الوصول إلى الشهرة. فدائما الشهرة هي تعطي أشياء وتأخذ أشياء. إيش أكسبتك الشهرة وإيش خذت منك؟ والله هو أنا أول شيء يعني مو تارجت عندي الشهرة، يعني يمكن أنا حتى بطبعي مو جريء شوية، يعني حتى في عندي حال من يعني أذتني أكثر ما فادتني. لا إله. هي الشهرة شوية تسلبك حريتك، تسلبك أحيانا تلقائيتك، لأن أنت محاسب على كل تصرف. هذا يعني هذا ما يتعلق بالشهرة، لكن هو مجال التمثيل هو أكيد مجال ممتع ومجال في مساحة واسعة للخلق، ويمكن يعني حتى صديقي العزيز يعرف اللي هي حالة أنت داخلها تحس بانتماء لها، تحس بأنه من خلالها أنت تقدم شيء مهم. لكن الشهرة هي موضوع آخر مختلف شوية، يعني يا ريت أكون ممثل بس ما أكون مشهور. شلون هذه المعادلة تصير؟ ما أعرف، لأن أنت في النهاية يعني تحتاج إلى تفاصيلك الإنسانية اللي يمكن ما تقدر أنت تكون على طبيعتك بالشارع، ما تقدر تكون في فتضطر أنك تكون أحيانا تتقمص شيء أنت ما ودك تكون فيه يعني. لكن مجال التمثيل أكيد هو ممتع ورائع، يعني ما زال بالنسبة لي عالم واسع وفيه كثير جوانب أنا ما دخلتها لحد الآن. إن شاء الله إن شاء الله الأعمال القادمة إن شاء الله تتوسع شاء الله. فيها رغم أن أنت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني من الفنانين اللي نرجع ونقول دائما حريصين على معايشة الحالة حتى قبل الأداء. يعني أنا لو أتذكر من أحد المسلسلات مثلت أنت في دور أتوقع كنت بالمخدرات، أتوقع كان من أول الأدوار، وحتى أتذكر والدتك كانت زعلانة يومها عليك أنك أنت تقمص هذه الشخصية وأديتها بجدارة. أتوقع يعني هو هذه واحد من المسلسلات اللي قوية واللي أنت يعني الناس يمكن ما يعرفون هذا الشيء، لكن أنت رحت لأحد المصحات ودخلت ودرست الحالة وشفت علشان تقدر تأدي العمل صحيح. المطلوب صحيح. فيعني يعطيكم العافية. وأنا أرجع وأقول يمكن دائما الفنانين الموجودين عندنا يمكن حتى أستاذ محمد أو ناصر عفوا نفس الشيء، من الأشخاص اللي يدرسون بشكل كبير الموضوع قبل لا حتى يأخذونه، رغم أن أنت أصلا ما كنت تحب الفن. يعني قبل وانت صغير يمكن ما كنت اصلا ناوي تدخل الفن، كنت تحب كرة القدم، كنت تكسر الليتات صح؟ لكن ما ادري عن المعلومه جديده. لا كان يعني نبوغ اكسر الليتات، كان يعني نبوغ عشان الفايده اكسر الليتات وانضرب مني تنطق مني. لكن استاذ يوسف السلطان كان له راي ثاني. اول شيء استاذ يوسف سلطان نقول لك العام انت بخير والله يطول بعمره ويعطي الصحه والعافيه. ما اعرف الاستاذ يوسف كانت له يعني ما اعرف نظره ثانيه يعني ان انا ادش في هالمجال، ف يمكن ما اعرف هو شاف فيني شغله يعني ما اعرف انا، بس اتوقع ان احتمال ان كانت اللغه العربيه انا عندي زينه ذيك الايام يعني في المرحله الدراسيه يعني، وكنت القي كلمه الصباح يعني على الطلبه، فشافني قال لي احنا نبغيك معنا في المسرح المدرسي. أنا مسرح؟ قال يعني مو بفاهم بالضبط. قال لي تمثل؟ قلت لا لا أنا تمثيل. قال لا أنت معانا، لأن ذيك الأيام بحث الكاريزما يمكن من قبل أنت الأعمال تقدم يمكن بدل أيام المسرح المدرسي باللغة العربية صحيح. وقال لي احنا نحتاج شخص تكون لغته العربية زينة يعني. فقلت له صعب. قلت أنا أعرف أن الوالد الله يرحمه يعني مستحيل أنه راح يوافق أن أنا، خاصة كانت الأمور هذه البروفات تكون بعد الدراسة يعني، فكانت الأمور صعبة. مع ذلك أصر، قال أنا بوصل لين البيت وبكلم الوالد. قلت والله كيفك. قلت أنا ما عندي استعداد يعني أنا في هالمجال،
وفعلا وصل كلم الوالد وقال لك سألني. أنا أول مرة أشوف الوالد يسألني قال لي تبي تروح روح. قلت له غريبة يعني هو من النوع اللي ما يعني متشدد خاصة في الدراسة ما فقال لي قلت له يلا رحنا. وكانت هذه أول تجربة يعني وفيها بعد سالفة يعني. ف أستاذ يوسف بعد ما قصر يعني جينا احنا سوينا بروبات ومشت البروبات يعني نبي نعرض المسرحية. ليلة العرض يعني المخرج يكلمني قال لي ترى بدل تعرف موضوع الحب انه تاكل عشان الصوت المسرح كذي مو بزين. قمت انا اكل حب يا استاذ يوسف. قال المخرج ترى ناصر معه ويني ذاك الكف. قلت هاي من اولها تمثيل وضرب. ما ابي خلاص. قلت ما ابي يعني اسمحوا لي انا معتذر عن العمل. واروح البيت استاذ يوسف طبعا متفاجئ. انا دور رئيسي في المسرحيه ثاني يوم عرض. قالوا المسرح قلت ما يبوا اي ممثل. ما اعرف انا مسرح التزام ما التزام ما عندي هالمواضيع ابدا ما اعرف هالشيء. من يوم هناك وصلوا للبيت المخرج استاذ يوسف ومحاولات ومحاولات اقنعوني. قلت ياهل يعني. قال لي زين بننجحك. الله بس على طول. اي عرض حلو على طول. الدين. قال بننجحك وباشر تمثل. قلت له اكيد. قال توكل انا باكر يعني. فبدت هاي المشوار الاولي يعني الخطوه الاولى كانت بكيف دخول التمثيل. انزين عاد على طاري الكيف احنا يمكن نعرف بشكل عام بالمسلسلات بالذات يمكن قبل الحين اتوقع صار في تقنيات ثانيه وتغيرات قبل بس على قبل انطقيتوا ولا لا بالتمثيل؟ انا ممكن اي في مره من المرات ضربت ولا انضربت؟ اضرب وانضرب. قبل فعلا كانت فيه يعني صح. كانوا يضربون يعني عادي بس الحين شوي الامور تغيرت يعني بدر يعني انا بالنسبه لي انا اعتقد ان التمثيل هو تكنيك يعني يعني هو الشطارة يعني هو جزء من 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 قدرتك يعني لازم يكون عندك تكنيك طبعا والمصور ايضا الممثل والضارب والمضروب لازم بس بدر احيانا يتفقون عليك مثلا لا مو بالكل المخرج يتفق مثلا مع الممثل اللي بيضرب يقول اضرب صج معنى يقول اكثر من اي لانه صحيح احيانا يكون رده فعل الممثل المضروب تكون مفتعله فيصير في اتفاق بين المخرج وبين الممثل انه يعني معلش شويه عطى شويه عطى شويه احس السعود مصدم يقول حتى لو بدخل مجال تمثيل داخل خلاص كفخونا هناك اي ترى مشكله قول اقول هاي بادين معنا كفوفه بس التكنولوجيا الحين تطورت عن قبل بس الروع موجود يعني تخاف ما تدري سعود سم الله يدوك لو السعادة اي اذا في مجال نسمعها ان شاء الله وتقول لنا عقبها ايش سالفتها انا قلت بتسال عن السعادة طلعت اغنية ان شاء الله تقول ترى هي ما كانت يعني من ضمن الهاي بس انت فاجأتني والله يا فيصل لكن ابشر لو السعادة تنشر يا هل المال ريحت بالي واشتريت السعادة الليل غربة والهوى جسم دهال هذا ثمر قلبي وهذا حصاد تعبت لارد ازرق الدمع لسال تعبت من ليل تزايت سوادا خذيت من لحن الشقا كل موال وانا حفيد اهل السمو والسعادة والله انت فاجأتني يا فيصل السلام لان هي الاغنيه اصلا صعبه يعني لازم فيها عالي وفيها قرار في الاغنيه فلازم تكون معك على الاقل في اله صاحبك فانت فاجأتني الله يطول عمرك الله يخليك كانت من الحانك وغنائك صحيح صحيح كلمات
كلمات سعادة الشيخ خليفة بن حمد الثاني الله يطول في عمره. طبعاً القصيدة هذه غناها الأستاذ سعد الفهد من قبل على لحن ثاني. بس أنا حاب القصيدة هذه من يعني من غناها سعد الفهد يعني. فأخذت الإذن إني لو أغير بس في لحن في خاطري. ولحنتها بهاللحن يعني البسيط. بس دائما يعني غناها في اللايف صعب والله العظيم. وفي اغاني صعب انك تغنيها لايف من غير آلة من غير شيء، لان لازم تمسك طبقة صح عشان ما تظلم نفسك في العالي ولا في القرار. فنفسي انا الحين ظلمت نفسي في القرار، المفروض اطلع شوي. لكن بعد ما شاء الله عليك، حتى لو ضربت نفسك بس يتم صوتك حلو والروح حلوه، وحتى يعني ما شاء الله كاختيار للالحان اتوقع كذلك ايضا ما شاء الله جميل جدا. انا بعد بتكلم عن ناحيه اللي هو مثلا اليوم لما احنا نشوف فنانين، عندنا اليوم فنانين كثير وجوه كثيره قاعد تطلع عندنا سواء في ناحيه الغناء او حتى في ناحيه التمثيل. وانتم اليوم كفنانين كبار يعني تبارك الرحمن مسؤوليه ان انتم تاخذونهم وتحتضنونهم، هذا الشيء احنا قاعد نشوفه انتم قاعد تقدمونه بالاعمال المختلفه. فنتحدث اكثر استاذ عبد المحسن نمر في هذا الجانب، وتحديدا في الاعمال القادمه راح يكون في ان شاء الله وجوه جديده. طبعا اكيد باذن الله اكيد. وطبعا انا من الناس اللي حريص تماما على هذا الاثر، يعني انك انت تترك اثر في جيل تنقلت على الاقل تجربتك اللي انت مريت فيها بحكم الفرص اللي اتيحت لك. فقدمنا السنة تحديدا، يمكن لأنه في توجه في البلد كبير في مجال الدراما والسينما تحديدا عندنا بالسعودية، ففي أعمال ضخمة وكبيرة قاعدة تنتج كلها بطولة شباب صغار. يعني قد يكون تجاربهم قليلة أو كنت تكون أول تجربة، فلما أنت تشارك بهذا العمل يكون عليك مسؤولية كبيرة أنك صح. أنت تحاول تنقل تجربتك إلى جيل كامل هو ينظر لك أنت كآيدل أصلا. فعملنا مثلا من التجارب اللي كانت اللي نهضة الساحرات، كان في مجموعة كبيرة من النجوم الشباب اللي إن شاء الله راح يكونون نجوم كبار ونجوم المستقبل، والشغف اللي عندهم في إنهم يأخذون من عندك كل ما يستطيعون يحرضك أكثر أنك تقدم. والعمل الأخير أيضا كان اللي هو خيوط المعازيب، بحكم ظرف العمل إنه هو عمل مرتبط بمنطقة محددة عندنا اللي هي منطقة الأحساء الحبيبة وموروثها في اللهجة، فاضطرينا مش اضطرارا، هو يمكن كان من الأشياء المحفزة نحن نبحث عن وجوه جديدة من نفس المنطقة اللي تتكلم اللهجة بطلاقة من غير افتعال، وتفاجأنا بكم المواهب اللي موجودة حقيقة في منطقة الأحساء الولادة يعني. ما شاء الله. وقدمنا عمل إن شاء الله راح يكون راح يقدم وجوه جديدة إن شاء الله راح تكون لها تأثير مهم في المستقبل. يعطيك العافية. حلو أنا أرجع وأقول هذه مسؤولية أكيد. مجتمعية اليوم لما أنتم أكيد تقدمون مجموعة من السنوات والخبرات صحيح. على طبق من ذهب أمانة لهم أنهم يستفيدون ويتعلمون هذا الشيء، هذا أكيد. وهذا الشيء أيضا يعني يحتسب لكم أن أنتم اليوم ما كنتم بخلاء في إعطاء المعلومة، لكن تعطونهم ما شاء الله. اللي قبلنا ما كانوا بخلاء، عطونا اللي عندهم. ولا وبالعكس هي رسالة ممكن أكيد. أنتم اليوم قاعد تحملونها من جيل إلى آخر. فصج إحنا نقول لكم شكرا على كمية العطاء اللي قاعدة تقدمونها، وفعلا سعيدين اليوم إحنا لما نشوف نفس هذه الأعمال اللي إن شاء الله راح نشوفها عن مستقبل قريب، وأيضا في أفلام راح تكون في فيلم سعودي نتكلم عنه بعد شوية إن شاء الله. أيضا اليوم أخوي ناصر يعني ما شاء الله إحنا نقول حلو اليوم الفنان لما مش فقط يبقى حابس نفسه في منطقة معينة، يروح ويزور ويشوف وأيضا يصدر عطر جديد. ترى انا اي سؤال يوترني اكل شوكولاته بالعافيه. حتى انك توترت ناصر ما ادري ايش. شكرا يعني لا انا اي سؤال احس ان ابغي افكر فيه اشغل نفسي لما القى الاجابه وعقب ارجع مره ثانيه لقيت الاجابه. اي سالفه العطر يعني فكره كانت يعني شفت يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة سواء مشاهير السوشيال ميديا ربعنا الفنانين فعندهم توجه جميل في الناحية يعني، وفي أيضا تقبل من الناس صحيح. ناس تتقبل يعني هالأشياء حلوة ناصر والله عاد ما أقدر أقولني احنا بنهديك العطر اوكي ما انت عقب ان شاء الله. لا بس اي شيء حلو ان شاء الله بيكون فان شاء الله عقب متأكد ان ذوقك حلو انا ما عندي شك. فالله يسلمك. فاللي صار ف واحد هو اساسا اللي يصنع عطور اساسا هذا الشخص يعني، فاقترح علي الفكره قال لي ايش رايك ما شنو، قلت ترى انا يعني ما عندي يعني ميول او توجه في
قال لي جرب مثل الباقي. حلو. إيه. فقلت له يلا خلنا تجربة وفعلا ياب لي مثل سواني مختبر ياب لي عينات ويخلط لي زيت على على ماي على كحول على يعني شغلة. إيه بس الحين نبي إحنا شنو العطر ثقيل ولا هو صيفي شتوي؟ حلو تسويق ممتاز. صيفي شتوي يعني عشان نسوي حق العطر يعني عشان ما حد يقول شتوي بنعطر الشتاء لا تبغي خذمنا يعني فهي سالفة العطر يعني. الله يوفقك إن شاء الله. قبل ما انتقل إلى سعود جهز نفسك في أغنية لكن تبغي غني إيه لا موجود هنا عشان يطرب. أوكي فكر في أغنية زي عشان ما أكون ما يكون اختياري ظالمك في الإيقاع وفي الصعود والنزول. عندي سؤال الفنان ناصر موضوع خزز. يعني أمانة لما أنا أقول خزز ولما أطري موضوع خزز ولا مثلا أكتب في اليوتيوب خزز فعليا يرجعني على أيام طفولتي. شخصية الأرنب اللي لابس غترة وعقال. الأرنب البري. أي اللي كان يطلع على شاشة تلفزيون قطر. شوف تجربة يعني يعني أنا من التجارب اللي كنت خايف متخوف جدا من هالتجربة. أنا كنت متخوف لأن هاي التقنية كانوا يستخدمونها أول مرة. جابوا لي كمبيوتر حطوا قدامي رسومات أرنب وأنا عندي الكنترول أتحرك في أحرك الجهاز بنفسي يعني أتحرك الشخصية الشخصية وتخيل مايك وأنت السولف إنه لازم تكون الحركة مطابقة مع فص. كانت العملية صعبة فعلاً بس استمتعت بالتجربة فعلاً فعلاً يعني خزز من الأعمال اللي قدمت على تلفزيون قطر اللي يعني لا تزال في الذاكرة فعلاً. هل عندك القدرة إنك تقلد الصوت؟ هو كان صوتي بس أنا أذكر أبغي أتذكر البداية لا البداية كنت أرحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالياهالي كلمة قال تحبنا أقول أحبكم أد الأرض ونملاته أد الشعر وقملاته أد البحر وسمكاته أسوي لهم جو الياهال. فكانت من الشخصيات يعني الكاركترات اللطيفة وتمت يعني على المدى الطويل حتى أنا أذكر يعني ممكن قدمت البرنامج سنتين بس بعدين ما تفرغت لأن البرنامج خذني يمكن عن الفن عن التمثيل لأن كان البرنامج لايف. وأيضا هناك شخصية أخرى تناولت شخصية لا وشخصية ثانية وثالثة يعني في أكثر من بعدين بعدي كملوا المشوار بس أنا ما قدرت لأن سألوني ليش قلت لهم ترى أنا بحكم إنه ابتعدت عن التمثيل وكانت تجيني مثلا عروض تمثيل وما أقدر يعني خاصة إذا كان البرنامج لايف وكان 6 أيام في الأسبوع صح يعني صح. فصعب إنك إنه خلاص سنتين فقلت إيه قلت أنا سنتين كفاية وبالعكس أنا حتى لو يعني لو في يوم من الأيام أطلبوا مني أرجع الشخصية برجعها. والله عشان كنت بسألك هالسؤال يعني لو انطلب من عندك لأن فعليا اليوم إحنا قاعد نتكلم يمكن فعلا فيصل كلنا أول ما نقول خزز خلاص على طول على الطفولة الكل في كل بيت نحصل هذه الذكرى ما زالت موجودة يعني من الذكريات الحلوة. لا بالعكس احنا في شخصيات اللي هي مالت هوليوود هالرسوم في شخصيات تم بالاصوات هذه والرسوم ب50 سنة ب100 سنة صحيح صح يعني مستمرين وللحين الناس فما في مشكله انك تستمر خاصه في شيء يكون ناجح وتحاول انه يكون انجح من كذي يعني بدون شك. سعود جاهز؟ جاهز عاد ان شاء الله. اتمنى يا وحده من هالاغنيتين يا تغيب او اعاتب اشواقك ان شاء الله يعني في الاخير قال انا لا وخلينا نحاول لا لا انا حول الموضوع قال انا لا انا ما لما العيد اللي طاف انا كله اقول اغنيها دايما تسابق طيفك العاليه تحرك داخلي اشجان وتهمس نفسي لحظتها علامك ليه تطعني تعب تعاتب الشواقي وصبر نفسي بالنسيان كل ما جيت أنا أنساك يمر طيفك ويذكرني ولا أذكر ولو مرة
لقيت لك سبب هجران، لقيتك بس تبي تفرح، بصدك لي وتجرحني كل ذنب اني اغليتك، ولا قدرتك باتمان، حسبتني ساكن في قلبك مثل ما انت تسكنني. الله عليك، عاد الصراحه انت كنت مجهزها قبل ولا هذه؟ اي زين، يعني كان اختياري ما واحد بس. شوف، ممكن اسال بس سعود السؤال؟ انا بعرف سعود الحين، انت الحين في مطرب يغني مع فرقه موسيقيه وانت تغني، شو اللي احسن يعني؟ اكيد لا، شوف انا بالنسبه لي لازم تكون عندك على الاقل يعني مثلا لو يعني هل بيانو لا انا اقصد يعني كل مطرب يقدر يغني كذي لايف يعني، ولا لازم يكون مع فرقه؟ في 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 فنانين لين اليوم كبار تسمعهم في الاستديو يغنون جميلين، لكن على الستيج يكونون ضعاف شوي. ففي الاغلب في ناس وايد يطلعون على الستيج بلاي باك يغنون، يكونوا مسجل يعني. اي طبعا. ليش؟ لان ترى رهبه المسرح هذه بروحها حكايه يعني، والله العظيم يعني. حتى مجال التمثيل ترى مثل المسرح يعني، مو شرط يكون اقصد ممثل التلفزيوني، مو شرط يكون مثل المسرح. صحيح صحيح، هذا الاختلاف فعلا موجود. انا ودي ارجع لاعاتب اشواقي، هي من كلمات والحان سراء. صحيح. اذا انا ودي اعرف اليوم ممكن الواحد لما يدخل ويشوف انه تقريبا كثير من اغانيك في تعاون مع سراء. صحيح. شنو القصه وراء هذا التعاون الدائم والمستمر؟ اولا سراء ملحن وشاعر قطري، طبعا وجه له تحيه. اي يستاهل، وهو من اصدقائي يعني اللي هم داعمين لي يعني. هو مش بس ملحن وشاعر، هو المنتج يعني. يعني يجيك يقول لك سعود انا خاطري اسمعك في هالاغنيه وفي هاللحن، فيعطيك الاغنيه جاهزه. كل فنان يتمنى هالمنتج هذا اللي كلامه حلو ولحنه حلو، وينتج لك العمل يعني، يسوي لك اياه وما يسوي لك اياه، لا يختار افضل الناس في الوطن العربي، نتكلم من احسن الناس مثلا تركيب الايقاع، من احسن الناس في التوزيع، الكمنجات وين تركب يعني، اللايفات. فيجيك يعطيك العمل كامل متكامل بمصاف الفنانين الدرجة الأولى أو الصف الأول. فكل فنان مبتدأ أو شاب يتمنى يحصل له شخص بهالمستوى. وغير أنه تربط لي مع علاقة صداقة يعني، دائما يسمعني حتى لو مو سعود اللي بيغني. سعود ايش رأيك في هاللحن؟ بس أنا شو أسوي؟ تكفى لي خلاص، أخذ قبل ما يعطيها الثاني. أحس خلاص تحاسف ما يسويها مرة ثانية. لاحظت سعود يعني خلال منصات التواصل الاجتماعي دائما تعتمد، خلينا نقول، او دائما تطلع لك باغاني مختاره، تطلع لك اياها بكفر. صح. زين، تسوي لي كفر على عزف البيانو. صحيح. وتنطلق فيها. صحيح. فهل خلينا نقول هل هذا النوع او هالاسلوب هل تستخدمه تقريبا خلاص في الفتره القادمه، ولا هو بس من ناحيه اللي هو تغيير، من ناحيه ان انت تبي تخوض تجربه هذه الاغنيه؟ لا شوف اخوي فيصل، البيانو كفر سهل اني انا انزله كل يوم. اوكي. في البيت في الاستديو تغني وتنزله. اوكي. اغنيه مثلا انت تحبها مسموعه قريبه على قلبك تغنيها، وانا اصلا احب الاجواء اللي فيها بيانو كفر، انا شوي اميل لها اكثر. اوكي. الاغنيه الكامله اذا بتسويها لازم بيكون لها في لها بلان معين حتى تسويقيا. أنا ما راح أنزل أغنية وبس بنزلها في اليوتيوب ومع السلامة بنساها، لا، في لها خطة طويلة عريضة، وفي لها شلون راح تنزل ومتى راح تنزل وشنو الكفر وشنو الصورة اللي بتصورها وشنو الغلاف وهل بتصورها يعني، في لها. ففي المرحلة اللي أنت قاعد ترتب الأغنية الأساسية الرسمية اللي راح تنزل لك، أنت تنزل لك ببيانو كفر في الشهر مرتين مثلا عشان الناس تحب تسمعك. في ناس والله ما يقولون، تدري على الطاري، في ناس يقولون سعود تصدق إحنا ما نحب نسمعك لا في الأغاني الرسمية ولا في البيانو كفر، وين يحبون يسمعون؟ في الأعراس. الله. والله العظيم جد يقولون سعود أنت ترى مختلف يعني. ومن الناس اللي دائما يقول لي هالكلمة طبعاً مسي عليه بالخير أخوي الفنان فهد الكبيسي، يقول لي سعود أنا أدخل معك عرس، هاي واحد ثاني مو بسعود اللي معنا في والله العظيم. الأجواء غير. طبعاً في كل مكان. فأرجع على 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 سؤالك أخوي فيصل، البيانو كفر أنا أعتبره بالنسبة لي تواجد في السوشيال ميديا قبل ما تنزل الأغنية الرسمية. حلو. وهذه بالعكس يعني خطوة تكون أيضاً جميلة، على أساس إنه حتى اليوم كفنان أنت اليوم يعني مطالب إن أنت تكون مع الجمهور. صحيح. تواكب
السرعة اللي قاعدة تصير، فعساسنا حتى أنت ما تغيب عليهم وتكون دائما متواجد معاهم. والوجود اليوم مش فقط بالفن، اليوم الوجود أيضا بالمنزل. اليوم كأب ريم طالع عليك من ناحية الفن، يعني تبارك الرحمن الله يخليها ويحفظها لك إن شاء الله في جانب الرسم. لكن هل اليوم الفنان عبد المحسن نمر لقى الوقت إنه هو يرجع لهواية الرسم ولا لا؟ لا أمانة لا لحد لا، هو لأنه مشكلة أنه مجال التمثيل، ويمكن يدني أخوي ناصر، يعني يأخذ وقتك كامل، يأخذ كل جهدك وتركيزك، خاصة إذا كانت في أعمال متتالية. يعني ففي شغف داخلك فني، وإذا حصل مكان للتفريغ فما تحاول إنك تشتت نفسك، فمركز في هذا المنطقة. بس ما تساعد بنتك؟ لا أبداً أبداً لا أبداً أنا أساعدها في التذوق فقط، أن تتذوق الحالة، أقول لها مشاعري تجاه الأشياء، بس توجيه الفن ما تقدر توجه فيه، يعني هو شيء لازم يكون نابع من داخلك. يعني التوجيه يجي أنك أنت تطور هذه الموهبة، تسقلها من ناحية أكاديمية أو علمية، بس الفن هو لازم يكون متدفق من الداخل، يعني صعب فعلي. أنك توجهه أو أنك ودام احنا يمكن في الجانب الشخصي والأسري تحديدا، يمكن في كثير ناس يعرفون ان استاذ عبد المحسن نمر بداياته كانت بصعوبة كبيرة جدا، خصوصا انه كان في رفض كبير من الأهل، ويمكن تحديدا الوالدة كانت رافضة جدا هذه الفكرة، لكن قدرت ان انت تقنعهم بجدارتك. اليوم شلون لو عيالك قال لك يبا نبي ندخل مجال التمثيل، هل راح تواجههم بنفس الموقف؟ لا، هو مش القضية، أنا أتكلم يعني مش التمثيل بحد ذاته، هو الفن بشكل عام هو دائقة مهمة، يعني ومش شرط يكون في التمثيل، أحيانا يكون في الرسم، أحيانا يكون في الموسيقى، أحيانا يكون في تذوق الفن نفسه، هو حالة فنية خاصة. بالنسبة لأنا تجربتي على الأقل يمكن هي جت في زمن شوية مختلف. صح. على مستوى المفهوم العام للتمثيل وللدراما وللفن وللشهرة، يعني كان المفهوم مختلف، الآن الموضوع مختلف تماما، يعني ما بين الثرى والثريا. الآن في دعم، الآن في يعني تحسن حتى في بعض المواهب، تفاجأ أنه الأب والأم والخال الكل يدعم والكل متواجد والكل يتمنى، يعني يمكن إحنا انولدنا في زمن شوية صعب، لكن الآن أعتقد الموضوع صار أسهل بكثير، القنوات أكثر، ما أقصد القنوات التلفزيونية، أقصد القنوات اللي تفرغ فيها هذه الطاقة اللي عندك، سواء على المسرح أو في السوشيال ميديا، صار المجال مفتوح. إحنا زمن لنا زمننا، والآن في زمن آخر أسهل، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. بس أنت داعم لعيالك في كل مجالات، في كل المجالات اللي هم يحبوها أكيد. الله يحفظهم لك إن شاء الله ويبلغ فيهم كلهم. حلو اليوم لما نشوف إن الأهل يكونون داعمين بشكل دائم ومستمر. اليوم إحنا أيضا من العوائل الفنية اللي موجودة عندنا كداعمين ومساندين كأخوان أيضا في نفس المجال. نتحدث أكثر عن هذه التجارب، واليوم شلون الأخ يدعم أخوه، وهل مثلا انت اليوم ما عجبك دور مثلا اخوك تقول لا انا ما عجبني هذا الشيء، او العكس صحيح؟ طبعا طبعا، يمكن انا محمد يمكن وجهه تحيه، كان كم يوم عندنا، كم يوم معكم كان ضيف. طبعا يمكن محمد، يمكن انا اللي دخلت المجال الفني، يعني دخلته معي في كم من تجربه، واشوفه يمكن نهائيا ما كان عنده توجه في هذا المجال، بس احب المجال، حب المجال، تشوف استمر فيه وكذا، وقال لا انا ابغى استمر فعلا، وطور من نفسه. انت اهم شيء يمكن بدري الموهبه الاساس، اكيد انت تطور من نفسك بالاحتكاك مع الفنانين، مع بالدراسه تصقل هذه الموهبه. فمحمد قدر يعني فعلا فتره من فترات النهايه، اما بالنسبه انه هو يوجهنا فعلا، خاصه انت لو تكونوا اثنين في نفس المجال، يعطيني يمكن ملاحظات، سواء إذا كنا نقرأ نص أو في دور أو في شخصية معينة، فأخذ ملاحظاته هو يأخذ. طبعا طبعا مهمة جدا، يعني يعطيني ملاحظة مثلا في شخصية معينة، يمكن أنا أحيانا ما عندي وقت أقرأ مسلسل، أو فأقول له محمد ممكن تقرأ شوف أعطني رأيك فيه، خصوصا هو فنان فعنده الرؤية والخبرة، فأنا لا أخذ يعني برأيه، يعني لما يقرأ يقول لي مثلا هذا العمل حلو أو الشخصية هذه ممتازة، فأنا أكلم مثلا المنتج أقول له أوكي، يقول لي أنت قريت؟ أقول له يعني قريت لأن أخذ برأيه فعلا، حتى ويمكن في أمور أنا أطرحها عليه في شخصياته اللي يسويها في أدواره، ففي مثل ما تقولين يعني في تفاهم من هالجانب، يعني الله يخليك، وتواصل بيني وبينه يعني.
الله يعطيكم الصحة والعافية. أيضا هو بعد يعني خلينا نقول كونه أخوك في نفس المجال، فخلينا نقول هو فاهمك وعارفك. طبعا عارف يمكن أكثر الشخص يمكن أنا أشتغل معاه في المجال يعني يفهمني، يعني أنا يكون معاي ويعرف من النظرة، ويعرف يمكن بدر يعرف إن فنانين مشتغل مع بعض، يعرف إن هذا الشاب ويقول متى يسكت متى يتكلم، فعارف اللغة مشتركة بينكم تكون يعني في لغة بالضبط. هاي نقولها دائما بين فنان وفي لغة مشتركة، ممكن بدر يدري هالأمور يعرفها، ففي دائما تحس إن في شيء مشترك بيننا. الله يعطيكم الصحة والعافية، إن شاء الله يوفقكم في قادم الأيام والمشاريع. ويوفق الجميع إن شاء الله. إذا نروح لسعود، شو مجهز لنا؟ اللي أطربنا عقب بنسولف. طماعين فيك. والله عيوني لكم. تامرون أمر. وسعود ما في طرب يعني. في 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 عمل أنا نزلته في 2016 يمكن، بس من أقرب الأعمال لي يعني اللي هي طرينا. طرينا اسمك البارح أنا وقلبي نسولف فيك، عجزنا ننام تعودنا ننام الليل بين يديك، بدا نور الفجر يطلع وعيني الغلا تدمع، أمانة حس بي والرجع أبوس إيديك أنا وارجيك، أبوس إيديك أنا وارجيك. الله الله الله. يمكن الناس ما يعرفون أو يعني سعود جاسم من النوع اللي هو مش فقط حساس في أغانيه لكن أيضا في حياته الواقع. إحنا يمكن قلنا في العيد اللي طاف ما شاء الله تبارك الرحمن هو من النوع اللي يحب أي قطوة يشوفها بالشارع يأخذها ويربيها عنده ويحتضنها. عنده يمكن فوق 20 قطوة من العيد اللي طاف. هالمرة كم صار؟ لا زادة والحين. الحين كم صار؟ يعني عكسي. قريب الثلاثين. أنا عندي فوبيا من القطوة. الحين كم؟ قريب الثلاثين. قريب الثلاثين ما شاء الله. يعني أحس هذه الصفة بعد حلوة لأنه هو اليوم يعني ما يأخذ قطو عادي، هو يأخذ القطو اللي يكون مثلاً في الشارع التعبان يعالجه ويهتم فيه. بس حلين هاي القطو اللي في الشارع هاي ترى العتوي هاي معه، هاي قطو الشوارع ممكن نروح في النهاية. إيه هذا ممكن شوف أنت شو ما تخاف تغامر. لا والله شوف أنا 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 إذا يعني مو بس القطاوي يعني بشكل عام الشيء اللي تحس إنه محتاج مساعدة وما يقدر يساعد نفسه هذه رحمة، يعني أحس إنه يبي حد يساعده. يعني أنا شذي تقول عني ما أدري، لكن إذا شفت شيء مثلاً ساعات في قطاوة يعني مثلاً تحصلهم في الشارع، تحصل ساعات في ذاك اليوم وأنا طالع على الهاي واي يعني له عارف يروح لا يمين ولا عارف يروح يسار، وسيارات يعني والله إني يعني وقفت السيارة وحاولت قد ما أقدر إني أشيله، واليوم لين اليوم عندي إياه في البيت ما شاء الله يعني وكبر أنا هذا دليل على إنسانيته. الله يجزاك يعطيك. هل في شيء غير القطاوة؟ يروح بالصيف. بالصيف يروح والله يروح كل مرة أماكن بعيدة ياخذ غراش الماي ويحطها والأكل عشان الحيوانات بعد ياكلون. ميزان ميزان حسن. أنا والله أحرص يعني وخصوصا في الصيف في الشتاء يعني أقول الوضع تمام أروح، لكن الصيف أحرص كل ثلاثة أيام. المنطقة اللي احنا ساكنين فيها هي منطقة جديدة، فحولنا في بر يعني في أراضي، فدائما أروح هناك أشوف وين اللي فيه الشير اللي في البر. تحصل مثلا في حمام اللفو والمعششين أو العصافير عصافير البر، فأسعى أني أحط لهم ماي هناك، يعني ما يأخذ من وقتي 10 دقائق، لكن أفضل صدقة سمعت إنها هي السقية، فالله يكتب أجرنا إن شاء الله. يعني أنا ما أحب أتكلم بهذه السالفة، بس شوق ما شاء الله كل لقاء لازم تقول السالفة. سالفة القطاوة. لأن مو عشان شيء، بس لأن هاي نفس ما ذكرنا هي إنسانية هي رحمة، فحلو اليوم إن إحنا اليوم كواجبنا إن إحنا نظهر هذه الأشياء، مش من باب إن أنا اليوم أمدح سعود جاسم، لكن أيضا من باب إن ما تدري يمكن هالموقف يخلي كثير من الاشخاص ممكن صحيح. يسوون هذا الشيء او يبادرون يعني. لا في يمكن بدر وفيصل وانت تدرين يمكن سعود في دول الواحد يسافر يشوف مسوين مساكن خاصه وبيوت صحيح. خاصه حق القطاوه واكل هاي طول السنه صحيح. عن البرد والحر وهذه وعن المطر مسوين لهم، تمشي في الشارع تشوف صح بيت
يعني تلقى مثلا هالقطوه والقطوه هذا يرقد وهذا وحاطين له اكله يعني فعلا. فبالعكس سعود احنا قاعد يفتح باب يعني ان شاء الله اللقاء الجاي تكون خاص مربي لك ان شاء الله. انا اسد ممكن اسد ممكن لكن قطوله صعب. يعطيكم الف عافيه وعساكم على القوه. احنا وصلنا معاكم للاسف الى ختام فقرتنا الاولى من برنامج ليالي العيد. استمتعنا بالحديث, استمتعنا واطربنا الفنان سعود جاسم, وايضا استمتعنا بالقصص. اي والله العظيم ولا شبعنا منكم امانه. مستمتعين احنا بنشيلها معنا نكمل معنا شهرة العيد. شكرا للفنان سعود جاسم, يعطيك الف عافيه. وايضا نشكر الفنان ناصر يعني شكرا شوق ما قصرتوا والله يعطيكم العافيه وتشرفنا بوجودنا معاكم يعني. الله يعافيك ويسلمك يا رب. وايضا نشكر فناننا وضيفنا من المملكه العربيه السعوديه الفنان عبد المحسن النمر. شكرا جزيلا لك. شكرا فيصل, شكرا شوق, شكرا لوجودكم. احنا نشكر وجودكم مره ثانيه دائما وابدا من الشخصيات اللي احنا نفتخر ونعتز فيها. شكرا لوجودكم. بس انا ودي شيء سؤال سريع استاذ ناصر. مريم فهد قطو فارش سالفتكم؟ توم جيري سالفتكم؟ ما في شيء, مسلسل كنا مع بعض شخصيتين كانت ماخذة دور زوجتي, فالناس ما شاء الله ما يعني حبوا الشخصيتين. بس احب تجيكم بعد شوي مريم عندها كنا عكاز صح؟ اي اذا قالت لكم اي شيء ثاني انا اعرف السر ليش لعبة باليه وطايحة. نفس سالفة النحل. يعطيكم العافية مرة ثانية وشاكرين لكم وجودكم أمانة من الحلقات اللي استمتعنا فيها. شكرا لكم مرة ثانية. يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام, فقرتنا الثانية من برنامج ليالي العيد راح تأتيكم بعد هذا الفاصل القصير. خلكم قرام. أسعد الله مساكم مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا في اليوم الأخير من ليالي العيد, وتغطية إن شاء الله راح تكون مميزة بضيوف مميزين. نعود لكم مشاهدينا مع أجواء سهرتنا المميزة واحتفالنا بعيد الأضحى المبارك مع باقة من الفنانين الغالين جداً على قلوبنا. أكيد مشاهدينا الكرام فعلا أجواء الليلة مختلفة جدا ومميزة بمشاركة ضيوفنا من مطربين وممثلين وشعراء سواء من دولة قطر أو من خارجها. وضيوف الفقرة الأخيرة للحلقة الختامية لبرنامج ليالي العيد بتكون عن شوق إن شاء الله. أكيد اليوم إحنا راح يكون عندنا نفس ما عودناكم باقة مختلفة ومتنوعة, لكن ضيفنا الأول نقول لكلماته وقع في السحر على النفوس. مفرداته قد تكون بسيطة في تركيبها لكن عميقة في معناها. أفكار الغزيرة ترفد الأحاسيس بدفئها وغناها. ضيفنا هو شاعر يسكب إبداعا على الورق وكذلك على المشاعر. جاهز دعتيبي حياك الله معنا وكل عام وانت بخير. سعيدين جدا بالخير بوجودك معنا. أهلا وسهلا, الله يمسيكم بالخير وكل عام وانتم بخير. كلام قطر بخير وسمو الأمير بخير والأمير الوالد وكل أهل قطر والمقيمين في قطر أهلا وسهلا فيكم والله يحييكم. كل عام أنتم بخير. أنت بخير صحة وسلامة. أرحب فيك في بيتك الأول. تلفزيوننا هذا ما عندنا له. الله يطول لي بعمرك. الله يزكيك. نحبه ونقدره ونحترمه. الله يطول لي بعمرك يا رب. مشاهدينا الكرام ضيفنا في فقرتنا الثانية هو ممثل ومخرج شاب دخل إلى المجال الفني منذ صغره, وربما كان لوالده دور في حبه للمجال من خلال المسرح الشبابي. صقلت موهبته كممثل ومخرج فقدم العديد من الأعمال الفنية مسرحيا ودراميا, وتوالت مشاركاته في الأعمال المسرحية كممثل ومخرج وفاز بالعديد من الجوائز في مسيرته الفنيه. نرحب معاكم بضيفنا الفنان فيصل رشيد. يا مرحبا ومسهلا فيك وكل عام وانت بخير. وانت بخير وبصحه وسعاده
وأشكركم لأن خليتوا عيدي عيدين بالتواجد معاكم. الله يطول بعمرك. وطبعا أهني كل المشاهدين والشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة حكومة وشعبا بعيد الأضحى المبارك. يعطيك العافية أخوي، يعني إحنا فعلا سعيدين اليوم بوجودك معنا، وإن شاء الله راح تكون حلقة جميلة واستثنائية، خصوصا لما نتكلم إحنا عن العيد وخصوصا في تلفزيون. ممكن إحنا فعليا أنا تحديدا يمكن لفترة طويلة ما قابلتك، فبالعكس حلو اليوم فرصة جميلة إن إحنا اليوم نجتمع في هذه المناسبة الجميلة. كذلك مشاهدينا أيضا ضيفتنا اليوم هي ممثلة من الطراز المحترف، تجيد أداء أدوارها بإتقان، كوميدية من الدرجة الأولى، بعفويتها تسرق الأضواء، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية الناجحة، ومن خلالها تمكنت من وضع اسمها في المكان الذي تستحقه. معانا اليوم مريم فهد، حياك الله معانا، وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك. الله يحييك حبيبتي، كل عام وانت بخير وما عليك شر ان شاء الله. الشر ما يجي. احنا ندري مو البالي، ندري في سالفه ثانيه. يعطيك العافيه. بدايه نبدا مع ضيفنا الشاعر جهاز العتيبي. دائما في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه اللحظات ومناسبه عيد الاضحى، جهزت شيء؟ جهزت شيء؟ لو تسمعني أكيد تدعوني وما جهز معناته الله يطول عمرك. هناك مشكلة يعني. أنا أقول طبعا لأنها قصيدة جديدة، عيد وعيد على بيتك وشيبانك، خلى الفرح ينتشر في كل ما حولك، ارسم ملامح فرحك بكل عنوانك، نبي نشوف هالفرح في فعلك وقولك، واجب عليك الفرح هذا من إيمانك، خلى الفرح يرسم في لبسك وزولك، مدام ربي عطاك الستر في شانك، أحوالك بخير في حلك ومنقولك، شف فضل ربي عليك، شف فضل ربي عليك وكثر إحسانك، الكلمة الطيبة ترفع من قبولك، عيد وعيد على ربعك وجيرانك، الوصل خله شعار لك ومدلولك، ديرتك في خير وسلامك وشيخانك، حكم ضميرك ومنطوقك ومعقولك، عيد عيد يا مال الغنيمة وترك أحزانك، خلى الفرح ينتشر في كل ما حولك، عيد وعيد على بيتك وشيبانك، خلى الفرح ينتشر في كل ما حولك، ارسم ملامح فرحك وكل عنوانك، نبي نشوف الفرح في فعلك وقولك. صح لسانك. على استعجال كتبتها، و الشعر اكيد يعني انه مهم في كل الاحوال، مهم. خلوني اسكر الجوال لانه انا نسيته. ما عندك مشاكل. معليش. ما عندك مشاكل. يعطيك العافيه. انا نسيت اصمت الجوال، فالعذر والسموحه. معذور مسموح. وواصل حبيبي. شلون كان عيدك؟ عيدي بخير الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر. احنا كمسلمين مأمورين، ديننا الاسلامي يأمرنا انه بالفرح. احنا نفرح، انه احنا ننشر الفرحه في كل مكان، في مجالسنا، في بيوتنا، امام اطفالنا، امام ناسنا، على اصدقائنا وربعنا، مامورين. انا امر، هذا امر من ايمانك انت كمسلم، انه انت المفروض انه انت تنشر الفرحه، توضح للناس انه انت مبسوط، انت فرحان. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، احنا بخير وبنعمه، ويا ربي لك الحمد والشكر. الله يدوم ان شاء الله. كلنا بخير وبنعمه، اللي كل الناس اللي عايشين في قطر بخير وبعافيه وبنعمه، احوالهم طيبه، والحمد لله حمد الشاكرين. يعني احنا مثل ما قلت لك مأمورين انه احنا ننشر الفرحه ان شاء الله. دوم يا رب. عيدي كويس بشرك الحمد لله، معليش. الحمد لله. ان شاء الله دوم يا رب. عيدي الحمد لله يعني. الحمد لله. صليت عينت خير، بس ما حد اعطاني عيديه. وزعت عيادي؟ اكيد المفروض انا.
الله يحفظك ان شاء الله، وايضا الله يحفظ يمكن احفادك اللي انت متعلق فيهم بشكل كبير. صحيح. راح نرجع ايضا الى جانب الاحفاد، يلا لكن ايضا اليوم احنا يمكن عندنا ضيوف مميزين وكبار. اليوم اخوي فيصل رشيد من الشخصيات اللي فعليا انت تعبت واشتغلت واجتهدت لما وصلت الى ما انت عليه. طبعا بهذه المناسبه ايضا مبارك لك، يمكن مؤخرا حصلت على جائزة أفضل ممثل دور ثاني في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الرابعة، كان لمسلسل غجر البحر، مسرحية غجر البحر. اي نعم، هو طبعا من تأليف طالب الدوس وإخراج ناصر عبد الرضا، فنبارك لك أكيد هذا الإنجاز. ومو غريب عليك، يمكن أنت دائما متعود على نفس هذه الجوائز لأن أنت من الشخصيات اللي تعمل بجد واجتهاد، لكن تحدث أكثر عن هذا العمل كنا ممكن مؤخرا تحصد هذه الجائزة. والله غجر البحر من الأعمال الغريبة شوي، لأن الناس يقولون لي الغجر وش دخلهم في البحر، هذا السؤال دائما يطرح، يعني إنه ليش الغجر. فالغجر معروفين طبعا بتنقلهم، الفانتازيا اللي فيه كانت مختلفة شوي عن الأعمال اللي قدمناها في الآونة الأخيرة، ابتعدنا عن مثلا الشعبي أو الكوميدي، أو اشتغلنا شغل متعب شوي بالنسبه للمخرج اللي هو ناصر عبد الرضا، وجه له التحيه طبعا وكل الاساتذه اللي كانوا موجودين معانا، ما ابي اقول اسم وانسى اسم. بس هي تجربه جميله قدمناها في مهرجان رائع اللي هو مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي طبعا، ونشكرهم طبعا لاستضافتنا في محفل مثل هذه المحافل، والحمد لله رب العالمين. يعني حصلت على جائزة يمكن مش أنا بس اللي حصلت عليها، لأن أنا أعتبر أي حد كان واقف معي على خشبة المسرح كان له تأثير على أدائي شخصيا، مثل ما يقولون يعطيني كيو عشان أقول الجملة صح أو عشان أعطي الفعل وردة الفعل صح. فكل الشباب اللي معي أشكرهم أنهم جابوا هالجائزة مش بس لفيصل رشيد، لدولة قطر خلال هذا المهرجان. أكيد بدون أدنى شك. السمي يعني يمكن خلال لحظة التكريم، صححني إذا أنا غلطان، لحظة التكريم جالك خبر يعني أجمل يمكن من لحظة التكريم. صحيح صحيح. أي نعم، جاتني بنتي. الله يحفظها إن شاء الله. جاتني بنت وجائزة، يعني سبحان الله، يعني الله الجائزة الكبيرة والجائزة الصغرى اللي هي الجائزة، لكن الجائزة الأكبر هي بنتي الحمد لله. الله يحفظها إن شاء الله، خليها لك ويطرح فيها البركة إن شاء الله يا رب. شو كانت مشاعرك حزتها؟ والله أكيد فرحة طبعاً، تدري يعني المشكلة أن فرحتي بالبنت لغت أو قللت من فرحتي بالجائزة، لأن برد الدوحة بسرعة بشوف بنتي بشوف شكلها شلون، هل هي تشابه اللي أكبر منها ولا هي تشابهني أو تشابه أمها ولا شلون شكلها يعني. اوكي طرشوا لك الصور بس اللي في الصور كلهم وياهم نفس الشيء فانت تبي تروح تشوف الـ يعني قطعه من يوفك. وبقول حق ابوي اذن في اذنها، زي المشكله ابوي في الامارات بعد فكان شعور جدا جميل، وكنت مثل ما يقولون يعني باللفظ الدارج عندنا متحرقص. الله يحفظها لك إن شاء الله يرزقك برها. وحلو اليوم لما تكون الفرحة فرحتين، يعني إن شاء الله الله يدوم الأفراح بشكل دائم ومستمر إن شاء الله. واليوم كذلك يمكن ضيفتنا مريم من الشخصيات الجميلة، من الشخصيات اللي دائما روحها أيضا تكون حلوة في المكان، لكن نبي نعرف روحك في العيد شلون كانت مع العيادي. بعد العيادي كانت سعيدة مبسوطة. وانتي تعطين ولا وانتي تاخذين؟ لا ما حد يعطينا، ومن يعطينا وعلي انا اللي اوزع على اهال على الاطفال يعني على خفيف، اقول لهم العيد الكبير مو بوايد، شوي 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 كلهم صافرين قلل. اذا احنا نسترجع معاك ذكريات العيد، ايش فرق عليك؟ فرق عليك شيء ولا هي بس زادت العيديه؟ والله الطيحه. لا اله الا الله، عسى ما شر. لا لا شوي بس طيحه بسيطه خفيفه ما عليك. لا في العيد يعني العيد يعني يوم الاغلبيه من ربع اسال عنهم كلهم مسافرين طبعا انبسطت، قلت زين نقلل، اقول حق زوجي قلل قلل ها هذول مسافرين مسافرين شوي شوي عشان تزيد لي انا عيديه بعد عشان يعطيني انا احطها في الجيب بعد بعد وجهه نظر. اي اي بس اليهال دفعت لهم وايد لان ما حد مسافرين، تبعت حق بناتي وايد. الله يحفظهم يا رب، تعوضينهم ان شاء الله. ايوه شو اسوي بعد؟ يقولون ما في فلوس لازم بعد كلهم مسافرين. يمكن اغلبيه الفنانين والممثلين استضفناهم على مدار الايام الماضيه كان خلينا نقول اللي هو النقطه المتفق عليها ان اطفال او العيال هالجيل صار يتهمهم الموضوع العيديه انها تكون لازم تكون 50
ما يرضى بالريال ريالين خمس عشر لا لازم 50 أو 100 وفي بعضهم طبعا على حسب الدلع اللي هم واصلين مثلا 500 كيلو بس هلو يقول اي 50 اي 100 الحين اكثر صح؟ اي الحين قبل على ايامي انا كنت ارضى بالقليل الحين لا طبعا تاخذ ريال ريالي والله مخاروف مخاروف بخاروف الخمس لا تعال لا الريال كان بخاروف ولا لا لا الخمس كان الخمس كان ورا كان لونها احمر وورا 25 خروف ايوه حاسبهم ايوه تتملى القعد الخرطوم اللي ورا انا بالنسبه لي لا كانت هوايه العيد بالنسبه لي يوم ان انا اجمع العيادي وعقب تعال تقعد تحسب ما بينك وبين اخوانك وكذا من ياب اكثر من جمع اكثر عقب لقيت مثلا فلوس تيم متكرفسة ولا حالتها لله تعال روح ودها كويها ايه كويها طلع حيديدة ايه دفش حط خلقه وكذا طلع حيديدة طلع حيديدة صح ايه لازم بعد زي احنا دام احنا قاعد نسترجع الذكريات ونسترجع الماضي ايضا اليوم استاذ جهز ونسترجع معاك الماضي يمكن انت من الشعراء المخضرمين عندنا في الدوحة وابتديت من فترة طويلة تقريبا للثمانينات يمكن كظهور اعلامي نتكلم صحيح. لكن اتوقع كموهبة الشعر اصلا موجودة من زمان ونتحدث تحديدا عن مجلة العهد اللي يمكن كانت في البدايات نعم. ومن أول المجلات اللي أصدرت في قطر وأنت كنت أيضا صحيح. ناشط فيها صحيح. نتحدث عن هذه الذكريات وعن أرشيفك الكبير اللي أتوقع ما حد عنده هذا الأرشيف ما شاء الله والله شوفي أنت قاعدة تتكلمين على 1981 أو 82 يعني أنا الحمد لله يعني من أوائل المحررين اللي اهتموا بنشر الشعر وباحتواء الشعراء الحمد لله في الكثير منهم اللي بدوا معاي في مجلة العهد وبعدين مجلة الجوهرة أمسي على خليفة الحسيني بالخير الله يمسيك بالخير وكل عام أنت بخير رئيس التحرير خليفة الحسيني رجل يعني ما يتكرر فش أقول لك يعني قاعدين نتكلم على أكثر من 40 سنة يعني الحمد لله يعني عدت المرحلة وظل الشعراء ومجلة العهد لا زالت موجودة في الذاكرة وموجودة في أرشيفي الخاص موجودة ما زلت أحتفظ بي ما زلت أحتفظ فيها وأنا يعني بهالمناسبة أنا عندي أرشيف كبير للساحة الأدبية للشعر صحيح في قطر يعني بداية من 1980 كل من مر على الساحة الشعبية أنا احتفظت بالمطبوعات اللي كانت تهتم بالأدب الشعبي ومش في قطر يعني تقريبا في بعض من الصفحات الشعبية في الكويت وفي السعودية جزء منهم الحمد لله أنا عندي أرشيف كبير الآن كبير يعني أكثر مما تتصور يعني ما شاء الله أنا حاط في بالي أنه أنا إن شاء الله راح أصدر يعني مش كتاب أكثر من كتاب اسمه ذاكرة الساحة الشعبية في قطر ممتاز كل من مر على الساحة الشعبية في قطر يدون ذكريات الماضي راح يلقى قصيدته موجودة إن شاء الله بس خلينا نرتب الموضوع وإن شاء الله إن شاء الله كريم إن شاء الله الساحة الشعبية طبعا مرت بمراحل كبيرة يعني من الثمانينات إلى التسعينات إلى 2000 إلى ومر شعراء كثير يعني الغايب منهم عن الساحة عن الشعر الآن أقول له وينك والحاضر أقول له قوك الله وإلى الأمام الشعر في قطر يعني بخير الحمد لله نعمة اللهم لك الحمد نحن ننتقل يعني من ناحية الشعر إلى ناحية التمثيل والإخراج هنتكلم مثلا سمي احنا اليوم نتكلم يعني عن دور الوالد الدكتور حسن رشيد نوجه له تحية من تلفزيون قطر كان له دور كبير في دعمك من صغرك إلى هذه اللحظة وأيضا مثل ما ذكرت في حفل التكريم كان هو حاضر أيضا في الشارقة فلو نتكلم عن توجيهاته ودعمه وأيضا نقده البناء في مجال مسيرة ابن فيصل والله شوف أول شيء يعني أنا لو شو بقول عن الوالد فالنهاية بيقولون أبوه
أتكلم عن أبوه. أنا محظوظ جدا بأن أنا ابن الدكتور حسن رشيد أو صديق الدكتور حسن رشيد، يعني أنا أعتبره صديقي يعني وزميلي في المسرح على فكرة. يعني أبوي مش من النوع المتسلط فنيا معي، يمكن في بداياتي شوي، لأن كنت تعرف الطايش اللي يبي يشتغل أي شيء أو يبي يسوي أي شيء، أو كان لا يوجهني في توجيه طبعا، الواحد ما ينكر شيء. بس الوالد يشتغل مع أغلب الشباب اللي في المسرح. خلي معلش، شوف أنتوا ذكرتوا شخصية جميلة بكل ما تعني هذه الكلمة. صحيح. أنا كشاعر أحس أنه الدكتور حسن رشيد أب لكل الشعراء، وكان حقيقة يعني أنا يوم شفت الرجال هذا فرحت أنه موجود. يعني دكتور حسن رشيد حقيقة يعلم الله أنه رجل عملاق من عمالقة الأدب في قطر، ويعلم الله أنه في كثير من مقالات اللي كتبها أنه كان يشجع الشعراء وكان موقف معاهم. هو أنا أشوف أنه منحاز، هو منحاز للشعراء، صح ولا لا؟ والله ممكن إيه صح يعني. لا هو منحاز للشعراء، أنا إحساسي أنه الرجل هذا منحاز للشعراء، ولازلت على تواصل معه. والله يكثر خيره وكل عام أنت بخير يا أستاذنا الدكتور. أنت بخير، ما عليك زود أستاذي. فيمكن قال أكثر من اللي أنا بقوله، ووصف وصف دقيق. فهو وايد متابع لحركتي المسرحية ومرشد وناصح لي، بس مش اللي هو يقول لي شيء يملي علي اختياراتي أو اختياراته. ويمكن مريم عارفة، اشتغلت معنا مسرح وعارفة الدكتور شلون. نعم. ييكم بروفات و... ايه ف... نعم. هذه يمكن يعني قال لكم كل شيء عن الوالد وعن تعاملي حتى معاه بطريقة زمالة على فكرة. أكيد نوجه له تحية، لكن أيضا إحنا هني لابد نذكر أنه هو فعليا ممكن كان داعم لك، لكن أنت من الناس اللي هو يعني كدكتور حط الأمل فيك أن أنت اليوم تكبر اسمك بنفسك. يعني صحيح ممكن كان داعم، لكن داعم الخارجي، لكن أنت اليوم هو أعطاك الفرصة أن أنت تدخل هذا المجال وأنت تكبر من نفسك وأنت تشتغل وتغلط وتصحح غلطك. صحيح. من نفسك. يعني أيضا يمكن هذا دور كبير ومهم، أن في بعض الأهالي لا يقول لك أنا ما أبي، أنا خلي أنا بركز أنا بسوي، لكن هو ممكن أعطاك هذه الفرصة. صحيح. اللي اليوم إحنا قاعد نشوف من خلال هذه الفرصة اسمك أنت بنيته، وهذا أنت شيء صنعته. على فكرة هذا الشيء يعطيني حافز أني ما أقدم أي شيء. صحيح. لأن في النهاية أنا غيرني، أنا قاعد أشيل اسمي حاليا أو أصنع اسمي حاليا، أنا شايل اسم ثقيل جدا على كتفي. صح، مسؤولية. يعني باشر يقولون إيه والله ولده حسن مش بالمستوى أو مش فشلون هو راضي أن ولده يكون متواجد بهذه الطريقة. عليك مسؤولية كبيرة. أكيد. ونتقدها إن شاء الله، يعني تخرع شوي بس إن شاء الله. ونتقدها إن شاء الله. الله يخليك. يعني هذا يأخذنا أيضا إلى جانب انتقاء الأدوار بشكل دائم ومستمر. أختي مريم، اليوم إحنا قاعد نشوف إن في أعمال كثيرة قاعد تقدم، لكن اليوم الفنان أيضا لكلمة في موضوع انتقاء الأدوار، فنتحدث أكثر عن هذا الجانب في أعمالك اللي قدمتيها بشكل مختلف. شلون كان موضوع انتقاء الأدوار؟ يعني هل مثلا في أعمال رفضتيها ما عجبك العمل رفضتي؟ لا، أنا أول بدايتي لما اشتغلت يعني قبل ما كنت يعني شوي يعني أركز في الدور، كنت أشوف المخرج يعني لما يقول لي هذا الدور يصلح لك كنت أسمع كلامه. أنا يعني تقريبا نفس فيصل من النوع اللي يسمع، لما تعطينا ملاحظة يسمع أنا أسمع. يقول لي المخرج والله كذي. أنا لما اشتغلت مع أبو سعود الله يرحمه هو اللي كان يقول لي سوي كذي. اشتغلت قبل مع الفنان فهد الباكر، فكان يعلمني وأنا كنت يعني شوي يعني تدرين يعني أنا ما عندي خبرة في البداية. أيوة في البداية، فكنت لازم إن أنا أسمع من هذا وهذا وأخذ آراء اللي حولي. بس الحين يعني في هالوقت لا، يعني الحين صرت يعني أنا أختار، يعني لما يحطوا لي دور أشوف الدور يناسبني ولا مناسبني، أشوف الإضافات يسمحون لي ما يسمحون لي، فعلى هالأساس يعني مو أي شيء ممكن في هالوقت، مو أي شيء أقدر أخذه. وعلى هذا معناته في أعمال ندمتي عليها؟ يعني نقدر نقول ولا تحتفظين بالأجوبة؟ المشكلة هالعمل كل يوم يعيدون قهرني ويطرشون الصور هاي، انت قل لهم لا خلاص مو أنا شلون سويت ما أدري. يعني إذا احنا نتكلم من جانب آخر،
تمثيل، لكن أنت وقعتي ضحية للكاميرا الخفية مع الفنان ومقلب مع الفنان سعد فخي. اي والله. فلو نعرف السادة المشاهدين عن تفاصيل هذا المقلب. يعني ايش بقول لك، الصراحة خدعوني. شو اللي صار؟ وين صار؟ المشكلة مو شيء، المشكلة ان هم منوديني في الكاميرا الخفية وانا مقلبة واحدة. تخيل، رحت انا صورت وخدعت ناس ان انا عيوز وشي. قعدنا فترة ما نادوني، قلت يلا كان عندي شغل. فجأة قالوا لي تعالي عندك لقاء على الهواء. قلت حقي انا؟ قالوا ايه وما ادري شنو وما ادري ايش. قلت زين. والمشكلة اللي مناديني المخرج مالنا مال المسلسل، انا عبالي لقاء. اقول لك ما خليت حد في عمان، ما قلت لهم انا اليوم طالع على الهواء. اقول لك بس كل الذهب باقي، بس مرتعشه وانا رايحه. لا ويقولون لي تعالي بسرعه. اقول لهم حلو، لا بسرعه. يوم جيت عند البوابه اقول لهم انا اخاف اصف داخل تحت برا. اقول لك يعني موفرين لك كل سبل الراحه. واشوف المخرج جاي برا وما يبي حد يحاكيني. دخلت ومكياج وذي، ويوم ما شفت ولا واحد من اللي مال الكاميرا الخفيه. وفجأة لقيت سعد بخيت ومعاه ايش يسمونه، ثامر ايش يسمونه، سالم. ايوه هو. فيعني ريال يعني شيء، صدموني الصراحة، جلطوني. اقول ما عرفت ايش اقول. والمشكلة يقولون بريك ويبون ماي، يقولون اشربوا. اقول لهم ما ابي، انا عبالي نوايا تصوير اثر يصورون. واليوم الثاني كل اقول لك انا شوي بتين الصيحة، انهرت صراحة، دمروني. قلت لهم بشتكي حق المدير، قالوا المدير اللي قال مقلبوها بعد يعني ما عندك خلاص. اي مامي ما خليت اطفال، ما خليت، ما اقول لك اشياء غريبه. امي ما تزج دخل امي، اقول لك ينونوني. احنا يمكن على هالطاري ايضا اخوي فيصل عندك ايضا برنامج مقلب راح نرجع له، لكن اليوم ايضا لابد نستغل وجود الفنان والشاعر امانه اللي انا يمكن قلتها وارجع اقولها، اللي دائما اختياراتك للكلمات توصل للقلب بسرعة. أكيد مجهز لنا كثير من الأشياء اليوم. أكيد. ودنا نسمع شيء من. أقول يا مساء الخيرات، يا مساء الخيرات يا دولة تميم، ترفعين الرأس يا عز العرب. والله إن الشيخ أبو مشعل حكيم، والله إن الشيخ أبو مشعل حكيم، سجل التاريخ اسمه من ذهب، استقام العدل. الصدر الحليم والأصالة والمراجل والأدب، من زمان مؤسس الصرح العظيم، كعبة المضيوم عالية النسب، الولاء للدار والقايد مقيم، قالها التاريخ بعز الطلب. يمس الخيرات يا دولة تميم، ترفعين الرأس يا عز العرب. صح فعلا، دون أدنى شك الكل يفتخر سواء كان من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة بهذه القيادة الحكيمة والرشيدة. شاعر جهز، قبل ما انتقل إلى ضيوفنا، في إحدى القصائد تفضلت وذكرت الناس ما همها وش كان مقلبني، الناس تبغي القصيد وتترك الباقي. أنا والله بصراحة شوف، هاي من 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 أكثر قصائدي اللي حبوها الناس. أنا والله أني جايكم اليوم وما أبي أقولها حقيقة يعني، لأن الناس طلبوها كثير. وحتى أني آخر لقاء مع أخوي حسن المهندي في الليوان قلتها، يوم رجعت البيت قالوا عيالي يبا أنت قلت هذه واجت يعني. أنا أقول الناس مهمها وش كان مقلقني، الناس تبغى القصيدة وتترك الباقي، وهذا هو اللي مع أخلاقي موهقني، لجيت بكتب همومي لجيت أعماقي. الشعر مجتاحني والوقت يسرقني، من دفتري والسنين الشهب وشواقي، والهاج سلي من البارح معلقني، على دروب السهر والضيق والشاقي. انقلت هات القلم ما هو معتقني، انقلت خلى القلم ما يطلق وثاقي، أدور رضاه لكنه يضايقني، طبعه يحب الزعل ويدور أحراقي. أبواب طقيتها وأبواب تطرقني، وأبواب من قبل جهة تنكسر ساقي، في بعض الأحلام ما ربي موفقني، أموت عطشانها وتموت بحداقي، حتى كذب الشعر عيالي يصدقني. ما
من كثر ما احكي عن جروحي وعشاقي، ويا ليت فاضل ورق بكره يطوقني، بل اللي نظمته من ابداعي على اوراقي، خاطي قصيده تجي مره تعانقني، تشرب قراح الغلا مع باقي نياقي، احطب لها من ضلوعي لين تحرقني، تستوعب اكبر همومي وابعد افاقي، والناس ما همها وش كان مقلقني، الناس تبغى القصيده وتترك الباقي، وهذا هو اللي مع اخلاقي موهقني، لجيت بكتب همومي لجيت اعماقي. صح لسانك، صح لسانك، يعني جميله علشان شيء تنطلب صراحه في كل مره. يعني احنا اكيد كلماتك كلها جميله واشعارك كلها جميله، لكن احيانا فعليا الشخص ممكن ينطلق او مثلا تخلص في عمل يكون هو هذا العمل اللي يتم في ذاكره الناس لفتره طويله. انا بعد ودي اليوم اتكلم عن الاعمال اللي اليوم لما اقول لك فيصل عمل تحس هو كان الانطلاقة الفعلية لفيصل، شنو ممكن يكون؟ في الدراما يعني؟ أي عمل كان؟ والله إذا بنتكلم في الدراما هو عندما تغني الزهور طبعاً مع الفنان الراحل عبد العزيز جاسم الله يرحمه ويغفر له. إنه يعني يعطي الشاب بعمري هالثقة إنه والله تعال دور بطولة ولدي، فكان بالنسبة لي شيء استثنائي. نجاح العمل، ردود الأفعال على العمل بغض النظر أنا كنت جيد أو لا، مع أن اليوم يعني لو أشوف العمل أتمنى ما أشوف أي مشهد لي، لأن كانت بداياتي يعني وما كنت بالخبرة المطلوبة في المشهد. بس عندما تغني الزهور هو فتح لي أبواب مش باب فقط. نعم. وجميل ما أنسى طبعاً ما حييت الأستاذ عبد العزيز جاسم الله يرحمه. أما في المسرح صعب جداً أني أحكم لأنه اشتغلت أنواع كثيرة، وبعد يرجع الفضل للأستاذ عبد العزيز جاسم في مسرحية كابتن ماجد 2005 تقريبا، صح؟ لا كابتن ماجد 93 94 أتوقع. ما أدري كنت صغيرة. وين كنت صغيرة؟ تقريبا يعني في هالسنوات أنا كنت صغير بعد، يعني كان عمري 9 سنين، وكان من الأشياء الغريبة أن أنا ولد فري سعد. هاي الشيء اللي كان يعني غريب أن أنا كنت ولد فري سعد في المسرحية، ومعنا سعد بخيت فبداياتي كانت يمكن مع أبو سعود، وهاي الشيء اللي شوي يعني خلاني أتجرأ في بعض الأعمال بعدين، أو أني أكون أقوى، أو أعطتني حافز أني أستمر بشكل أفضل يعني. نعم، يمكن رحمة الله عليه أبو سعود يمكن كان فعليا داعم دائم للوجوه الجديدة والشباب، وهذا اللي شفناه يمكن في عهده، يمكن عطى كثير من الأشخاص الفرص، واليوم احنا قاعد نشوفهم قاعد يمثلون على خشبة المسرح على المسلسلات، فيعطيهم العافية. مريم أنا ودي أرجع لك تقريبا نفس هذا الموضوع، واليوم لو نقول من أعمالك كلها لو قال لك سي في بتقدمين فيه فقط ثلاث أعمال، شنو الأعمال اللي راح تختارينها؟ بختار مسرحية دي قدي، كنت درب عطيات، هاي أحلى مسرحية اشتغلتها. ذكرتيني على طول بالمدرسة. واشتغلت مسرحية كانت اسمها ماما فين، مع كان المنتج أستاذ غانم، بس كان معي ناصر محمد وأخوه. حلو. فكنت أنا دور الخدامة، لكن كنت خدامة شريرة. شريرة. والمسرحية نجحت في السينما، هاي مسرحيتين مش ممكن انساهم وايد يعني. والعمل الثالث والعمل الثالث في المسلسلات يعني؟ يعني هو قلت كسيفي انت الحين قدمتي عملين، العمل الثالث شنو ممكن تقدمينه؟ والله ما ادري، ممكن يعني احلى يعني، او تقولين العمل اللي لقيت نفسي فيه وفعلا يعني حسيت انه يعني ممكن مع المستقبل يعني تكون بوابتي، عمل ابو نسب العام. يعني ممكن هاي احسن مثل تقولين يعني اعطوني فرصه يعني. حلو. يعني فرصه ويعني وانا نزلت في الدور بكل ثقلي، يعني بين الطيبه وبين الخبيثه وبين اللي تسوي مشاكل وكل شيء، فكنت صراحه لا بلعبه في الأفلام. شخصيه منوعه. يعني نقول اهم شيء عندي الجمال. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، وأكيد كلكم مبدع في مجاله وفي تقديمه وطرحه للمواضيع. الشاعر جهز سم الله عدوك، أنا سرقت كم من كلمة من الأوراق اللي كاتبهم،
كختام لهذا البرنامج وفي آخر ليلة من ليالي عيد الأضحى المبارك، الله يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركات يا رب العالمين. يقول يم الوطن سلام تسليمة الدين. شوف في رموز في الوطن في بلادنا لهم حق علينا كشعراء بدون نتمشك. أحد هذه الرموز هي أم جاسم، سمو الشيخة، سمو الشيخة موزة الله يحفظها، لها فضل كبير على 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 الأيتام، لها فضل كبير على الأرامل، لها فضل كبير يعني خدمت الناس المساكين. أنا أقول سلام يما الوطن سلام تسليمة الدين، من شاعر يقولها سر وجهار، خيرك شهد له كل قاصر ومسكين، على اليتامى وانشدوا كل الأقطار. يما الوطن سلام تسليمة الدين، من شاعر يقولها سر وجهار، خيرك شهد له كل قاصر ومسكين، على اليتامى وانشدوا كل الأقطار. أنتي سليلة مجد من ناس وافين، فعلت يشرف يم جاسم والأخيار، وحنا نتشرف فيت ونعزت سنين، وفعلت عزيز ومقصد خدمة الدار. علم طفل أكرم طفل وانصر الدين، هذا أنتي خير منهاج وشعار، في كل ديرة لت من الناس غالين، وفي كل ديرة لت من الخير تذكار، يطهر من الماطر ويجمل من الزين، كنك حديث الغيم للناس مدرار. مهرة حمد شيخ الشيوخ الميامين، اللي على حد الوطن درع وستار، ومعلمة كل الشيوخ المسمين، تميم وإخوانه طويلين الأعمار، والمسند على الرأس والعين، ناس تعز الدار وتقدر الجار. صح لسانك، هذا شيء بسيط من حق رمز وطننا علينا بدون ختامها مسك. عشان كذي احنا يمكن حبينا ان تكون الختام بهذه الابيات وهذه الكلمات الجميله. الشاعر الكبير جاهز العتيبي، شكرا لوجودك اليوم معنا، امانه استمتعنا، والعيد فعلا عيدين، فشكرا لوجودك. الله يخليك. الفنان الكبير والمخرج المبدع فيصل رشيد، انت ما شاء الله اخر شيء يمكن بالاخراج كثير صرت، فشكرا لك، فنان شامل متكامل، يعطيك العافيه ايضا على الجهود اللي تقدمها بشكل دائم ومستمر، وصاحبه الابتسامه الجميله مريم فهد، شكرا لك ايضا على وجودك اليوم معنا في رابع ايام العيد. يعطيكم الف عافيه. نشكر ضيوفنا مشاهدينا الكرام، ونشكركم على حسن المتابعه طيله ايام عيد الاضحى المبارك في برنامج ليالي العيد، واللي من خلاله كنا نطلع عليكم من الساعه 9 مساء وحتى الساعه 10:30. وعدنا راح يتجدد معكم بكره في دوره تلفزيون قطر البرامجيه الاعتياديه في برنامج في الضحى، وايضا برنامج حياتنا. نشوفكم إن شاء الله على خير، ونقول لكم الله يحفظكم. الله يحفظكم ويعطيكم العافية، وشكرا على المتابعة، وبالنهاية عيدكم مبارك. فمان الله.